لا ما صبت اختي شتا وما الحال شويه كاين المضره وكاين الوقت ما مساعداش اللي كي عارف كيسرى يطير ويعرف كل شيء كل شيء اللي ما كانش المطار حنا كنسقيو دابا بالكوتا كود باش كنعدسوا بهيمات ونعدسوا هادي وهادي باش كنعاملوا روسنا حنا باش الله يعطينا الغايه مع سيدي ربي والله يجربي ويرحمنا ويشوف فينا الروس وسبيل الله راه حنا كاين المضره شويه. الشتاء خويا ما صباش بزاف على حساب ما كاين لا الشتاء لا والو الوقت مأزمة شويه بزاف ماشي غير شويه الزرع كاع بدا يرجع قول لك اللي بالمناطق بداو يكرموا ماشي والله يعطينا شي شبعه ديال الماء شي اللي غنقول لكم في هاد الليالي تقريبا راه خاصها تكون شبعانه الوقت شويه الربيع وتكون البهيم حتى هي البهيم شبعانه بحال العام الاول شويه ماشي بحال هاد العام العام شويه مأخر الشتاء بزاف والبهيم رجعت الوقت بغات الماء دابا ونتمنوا من الله يرحمنا وبهيمات ترجعوا خاص من الماكله والبهيم في هذا الوقت مولفين يكونوا شبعان ربيع والغلي ما حتى هي ونتمنوا من الله يرحمنا تكون صعبه بزاف كاع هذا العام قليله شويه الحاجه اللي كتحتاج الماء بزاف هي بحال نسبه بطاطا يوميه وخيزو هذا الشيء اللي كيحتاج الماء بزاف كثر خيزو كاع الزرع شويه الزرع كيدير 4 اشهر في الارض كيوصل.